السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم الإخوان وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء. صباحكم مبروك، بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. تحياتي لكم كاملين بدون استثناء. رمضان مبارك سعيد وعواشركم مبروكة، وتحية لكل الإخوان اللي تتعاونوا معنا واللي متبعينا على هذه القناة الصغيرة. تحياتي لكم كاملين، وتحية الإخوان داخل وخارج أرض الوطن، وتحية الأخ الزروالي، وتحية لكل الإخوان ديال الأخ الزروالي. وتنبغي نوجه واحد الميساج لذاك قليليش فلاش يقولوا ليه لا عزاء عليك، لا عزاء عليك، ضربتي تعيتي في الأخ الزروالي وما صورتي والو، ظلمتيه وما خليتي، ما قصفتيه وما خليتي، ما درتي من اجله باش طيحو، ولكن ما درتي والو. في الاخر جاي تطلب باغي تصالح معاه، ما عمرها تقول لك، لانك انت فاسد، وما عمرنا حنا غادي نقبلو لانك انت فاسد وعديم الاخلاق وعديم الضمير. في الاول كنت باغي تطيحو وتضرب، كتضرب في ظهرو باش تطيحو، وفي الاخر جاي تطلب السماحة باغي تصالح معاه. حنا ما نقبلوش، حنا ما غاديش نقبلو هذاك التسامح ديالك، لانك فاسد واللي تابعينك حتى هما فاسدين. نتمنى هذا الميساج يوصل ليك، وتحية لكم الإخوان كاملين بدون استثناء، وتحية الأخ الزروالي وديما الزروالي، وإحنا معاك في السراء والضراء، وتحياتي ليك وقلوبنا معاك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا عزاء للحاقدين. السلام.